نلاحظ الدي مالتيبلكسر 3 ديزاين هاير اوردر دي مالتيبلكسر يوزنج لوور اوردر دي مالتيبلكسر. ناخذ مثال كونستراكت 1 تو 8 لاين دي مالتيبلكسر يوزنج 1 تو 2 لاين دي مالتيبلكسر. المطلوب تصميم دي مالتيبلكسر يحتوي على 8 اوتبوت لاين باستخدام دي مالتيبلكسر اخر يحتوي على 2 اوتبوت لاين. اذا عدد خطوط الاوتبوت للدي مالتيبلكسر المطلوب تصميمه يساوي 8. لاحظت الفرق انه بالمالتيبلكسر كنا نلاحظ عدد خطوط الانبوت للمالتيبلكسر المطلوب تصميمه، بالدي مالتيبلكسر نلاحظ عدد خطوط الاوتبوت بالدي مالتيبلكسر المطلوب تصميمه، ونلاحظ عدد خطوط الاوتبوت بالدي مالتيبلكسر المتوفر لدينا للتصميم. عدد خطوط الاوتبوت للدي مالتيبلكسر المتوفر يساوي 2، وعدد خطوط الاوتبوت للدي مالتيبلكسر المطلوب تصميمه يساوي 8. نقسم 8 تقسيم 2، الناتج يساوي 4. نلاحظ انه الأربعة اكبر من عدد خطوط الاوتبوت المتوفر، نقسم الأربعة مرة اخرى على 2. نلاحظ انه 2 تساوي عدد خطوط الاوتبوت للدي مالتيبلكسر المتوفر، نقسم 2 مرة اخرى على 2 الى ان الناتج يساوي 1. نتوقف. نلاحظ عدد الدي مالتيبلكسر من نوع 1 تو 2 لاين دي مالتيبلكسر المستخدم في تصميم ال 1 تو 8 لاين دي مالتيبلكسر. نجمع الأربعة زائد 2 زائد 1، إذا نحتاج إلى 7 دي مالتيبلكسر من نوع 1 تو 2 لاين دي مالتيبلكسر لتصميم دي مالتيبلكسر من نوع 1 تو 8 لاين دي مالتيبلكسر. نلاحظ انه الدي مالتيبلكسر المطلوب تصميمه يحتوي على 3 سيلكشن لاين، بينما الدي مالتيبلكسر المتوفر للتصميم يحتوي على 1 سيلكشن لاين. اذا اول ناتج قسمه اللي ظهر 4 دي مالتيبلكسر نعطيهم السيلكشن لاين الزيرو اللي يمثل لنا اللي سيجنيفيكانت بت. 2 دي مالتيبلكسر نعطيهم السيلكشن لاين اس 1. دي مالتيبلكسر 1 نعطي السيلكشن لاين اس 2. نلاحظ أول ناتج قسمة ظهر لنا 4 دي مالتيبلكسر أعطيناهم السيلكشن لاين S0. ثاني ناتج قسمة ظهر لنا 2 دي مالتيبلكسر أعطيناهم السيلكشن لاين S1. ثالث ناتج قسمة ظهر لنا دي مالتيبلكسر 1 أعطيناه السيلكشن لاين S2. تلاحظون أنه بدأنا الليفل الأول من هذا الاتجاه، لأن قسمنا عدد الأوتبوت للدي مالتيبلكسر المطلوب تصميمه على عدد الأوتبوت للدي مالتيبلكسر المتوفر للتصميم، فبدأنا من اتجاه الأوتبوت بالدي مالتيبلكسر، رقمنا الأوتبوت من O0 إلى O7 اللي تمثل لنا الأوتبوت لل 1 to 8 دي مالتيبلكسر. تلاحظون أنه الاوتبوت للدي مالتيبلكسر بالليفل الثاني يمثل لنا انبوت للدي مالتيبلكسر بالليفل الاول، والاوتبوت للدي مالتيبلكسر بالليفل الثالث يمثل لنا انبوت للدي مالتيبلكسر بالليفل الثاني. نلاحظ هل هذا التصميم يحقق مبدا عمل ال 1 تو 8 لاين دي مالتيبلكسر؟ تلاحظون لو كان لدينا 1 to 8 لاين دي مالتيبلكسر وكان السيلكشن لاين 101، كان الاس 2 مساوي الى الواحد والاس 1 مساوي الى الصفر والاس 0 مساوي الى الواحد. البيانات اللي موجودة على الـ Input Line وين راح تظهر؟ راح تظهر لنا على الـ Output O5. نلاحظ هل هذا التصميم الذي تم تنفيذه يحقق جدول عمل الـ 1 to 8
لاين دي مالتيبلكسر. نلاحظ عندما تكون الاس 2 مساوية إلى الواحد، البيانات اللي موجودة على الانبوت لهذا الدي مالتيبلكسر راح تظهر لنا على الاوتبوت O1. نلاحظ انه الاوتبوت لهذا الدي مالتيبلكسر هو انبوت لدي مالتيبلكسر بالليفل الثاني. الاس 1 قيمتها 0، اذا البيانات اللي موجودة على الانبوت لهذا الدي مالتيبلكسر راح تظهر لنا على الاوتبوت O0. البيانات I3 هي نفسها I1. الاوتبوت لهذا الدي مالتيبلكسر هو انبوت الدي مالتيبلكسر اخر بالليفل الاول. الاس 0 تساوي 1، اذا البيانات اللي موجودة على الانبوت لهذا الدي مالتيبلكسر راح تظهر لنا على الاوتبوت O5. نأخذ مثال آخر، construct 1 to 8 line demultiplexer using 1 to 4 line demultiplexer with enable line. تلاحظون أنه demultiplexer المطلوب تصميمه يحتوي على 8 output line، بينما demultiplexer المتوفر للتصميم يحتوي على 4 output line. إذن نقسم عدد خطوط الاوتبوت line للديمultiplexer المطلوب تصميمه على عدد خطوط الاوتبوت line للديمultiplexer المتوفر للتصميم. 8 تقسيم 4 الناتج يساوي 2. نلاحظ الاثنين أصغر من عدد خطوط الأوتبوت للدي مالتيبلكسر المتوفر، إذا ما نقسم مرة أخرى. إذا عدد الدي مالتيبلكسر من نوع 1 to 4 line دي مالتيبلكسر اللي نحتاجها بالتصميم هي 2. نلاحظ أنه السلكشن لاين للدي مالتيبلكسر المطلوب تصميمه يساوي 3، بينما السلكشن لاين للدي مالتيبلكسر المتوفر للتصميم يساوي 2. إذا ال2 دي مالتيبلكسر من نوع 1 to 4 line دي مالتيبلكسر نعطيهم السلكشن لاين S1 و S0. ال S0 يمثل لنا least significant bit. السلكشن لاين S2 يتم استخدامه لعمل expansion للدي مالتيبلكسر عن طريق تفعيل أحد الدي مالتيبلكسر في وقت ما وإلغاء تفعيل الدي مالتيبلكسر الآخر. إذا تلاحظون ناتج القسمة ظهر لنا 2، إذا نستخدم 2 دي مالتيبلكسر من نوع 1 to 4. تلاحظون الأوتبوت من O0 إلى O7. السلكشن لاين للدي مالتيبلكسر الأول والثاني هو الـ S1 والـ S0. السلكشن لاين S2 يتم ربطه بالـ Enable Input للدي مالتيبلكسر الأول، ويتم ربط الـ Complement للسلكشن لاين بالإنيبل انبوت للدي مالتيبلكسر الثاني. نلاحظ عندما قيمة السلكشن لاين S2 مساوية إلى الصفر يتم تفعيل الدي مالتيبلكسر الأول، وبالتالي فإن البيانات الموجودة على الانبوت تظهر على أحد خطوط الأوتبوت اعتماداً على الباينري كود الموجود على السلكشن لاين S1 و S0. بينما عندما تكون قيمة الـ S2 مساوية إلى الواحد يتم إلغاء تفعيل الدي مالتيبلكسر الأول وتفعيل الدي مالتيبلكسر الثاني، وبالتالي فإن البيانات اللي موجودة على الانبوت تظهر على أحد الاوتبوت للدي مالتيبلكسر الثاني اعتمادا على الباينري كود الموجود على السلكشن لاين S1 و S0. تلاحظون انه الانيبل لاين موجود امام بابل وبالتالي يتفعل بلوجيك 0، فعندما قيمة S2 مساوية الى الصفر يتفعل الانيبل للدي مالتيبلكسر الاول، بينما عندما قيمة S2 مساوية الى الواحد الواحد تدخل على بوابة نت، الاوتبوت لبوابة النت راح يكون 0، وبالتالي يتم تفعيل الانيبل للدي مالتيبلكسر الثاني. نلاحظ هل فعلا هذا التصميم يحقق جدول عمل ال 1 to 8 line دي مالتيبلكسر؟ ناخذ combination 110. إذا كان السلكشن لاين S21 و S1 قيمتها 1 و S0 قيمتها 0، فإن البيانات اللي موجودة على الانبوت راح تظهر على الاوتبوت O6 للدي مالتيبلكسر. نلاحظ هل التصميم يحقق نفس مبدأ العمل؟ عندما تكون قيمة الـ S2 مساوية إلى الواحد الدي مالتيبلكسر الأول يتم إلغاء تفعيله، بينما الدي مالتيبلكسر الثاني راح تكون على الانيبل انبوت الى 0،
بالتالي يتم تفعيل الدي ملتيبلكسر الثاني. عندما يتم تفعيل الدي ملتيبلكسر الثاني اعتمادا على الباينري كود اللي راح يكون على السلكشن لاين، يتم اظهار الانبوت على احد الاوتبوت لاين. نلاحظ انه الاس 1 قيمتها 1 والاس 0 قيمتها 0. اذا البيانات اللي موجوده على الانبوت راح تظهر على الاو 6. بالتالي هذا التصميم يحقق نفس مبدا عمل ال 1 to 8 لاين دي ملتيبلكسر.